طيب بس اليوم راح نكمل في الـ PID controller. أول شيء بدينا فيه بدينا نحكي عن الـ first order systems بشكل عام. السيستم أي سيستم سواء كان ميكانيكال إلكتريكال ممكن يكون ميكانيكال إلكتريكال ثيرمال فلويديك سيستم has dynamic characteristics. هذا السيستم اذا دخلت له input على شكل step راح يستجيب لهذا الانبوت ويعطيني output. الفيرست اوردر سيستم الريسبونس تبعه عاده اذا اعطيته step فكان الانبوت step function. هذا هو الانبوت راح يكون الاوتبوت نفس النقطة هاي من هون يكون الريسبونس زي هيك. هذا هون الريسبونس تبعه فالريسبونس تبعه واضح انه في ديلي في اختلاف ما بين الانبوت والاوتبوت. هاي كاركترستيك لهذا السيستم. هذا السيستم من هون التاو هي التايم كونستنت تبع هذا السيستم بنميزه بالتايم. الان احنا هون السيستم رح ناخذ سيستم اعقد شوي من هيك. رح ناخذ ثيرد اوردر سيستم زي اللي اشتغلتوا عليه امبارح في المختبر. فالثيرد اوردر سيستم ثلاث فيرست اوردر سيستم كاسكيد او سيريز. اذا ثيرد اوردر سيستم كود كومبرايز يعني يتكون من كومبرايز 3 سيريالي كونكتد مرات بنسميهم كاسكيد فيرست اوردر سيستمز. والمثال اللي اخذناه امبارح شو كان البارامترز متذكرين شو كانوا التايم كونستنتس اللي استعملناها فيه؟ 5 و3 و1 اوكي. اذا هون اكزامبل اون ثيرد وعاده انا راح احط فور كونفينينس ابطا واحد راح احطه اخر واحد. مين ابطا واحد اللي له؟ اعلى تايم كونستنت تمام. اذا هون راح نعتبر هذا السيستم هذا عندي هون ثيرد اوردر سيستم مكون من اس بلس 1 معناها التايم كونستنت تبعه 1 سكند. الاوتبوت من هذا السيستم بعطي السيستم بعده يعني هذول فيزيكال سيستمز موجودين في هذا المصنع او في هاي البلانت. فالاوتبوت تبعه هو الانبوت. اذا هذا هون الاوتبوت لهذا السيستم هو انبوت لهذا السيستم وهذا راح يكون 3s بلس 1. وكمان هذا السيستم اللي هو فيرست اوردر سيستم الاوتبوت تبعه راح يغذي 1 على 5s بلس 1 وهذا صار نفس الشيء. هذا الاوتبوت تبع هذا السيستم هو الانبوت تبع هذا السيستم وهون عندي الاوتبوت وهون عندي الانبوت. ولو حطينا حواليهم خط اخضر هذا كانه صار ثيرد اوردر سيستم. وهون لو حطينا هذا وهذا ممكن يكون فيزيكال سيستم موجود في الحياه الواقعيه في له انبوت وفي له اوتبوت. فإله هون 3 تايم كونستنتس والتايم كونستنت تبعته راح يكون عندي هون التايم كونستنت نسميه تاو 1 يساوي 1 سكند وهذا هون تاو 2 يساوي 3 سكندز وهون تاو 3 يساوي 5 سكندز. ومين ذا سلوست؟ ابطاهم ريسبونس هذا ذا سلوست. فهذا عندي هون هذا هون ذا سلوست ريسبونس وهذا هون فاستست ريسبونس. إذا الآن هذا الثيرد اوردر سيستم بدي أحاول أتحكم فيه، بدي أحاول أدخل له انبوت، وإيش أشهر انبوت ستيب عادة نلحظ فيها السيستم داينامكس؟ إيش اسمها ستيب؟ شو شكلها؟ الانبوت سيجنال، كيف كان شكل الانبوت سيجنال؟ اسمها ستيب. إذا يوجوالي وي تيست ذا ريسبونس أوف أ داينامك سيستم response of a dynamic system using a step input.
طبعا الستيب انبوت صعب جدا، صعب الاستجابه، هل سهل انه سيستم في ديليز هاي اللي موجوده اعطيه ستيب وطلع لي ستيب؟ مستحيل جدا، صعب جدا، لانه هذا في ديليز، بده وقت حتى يتحرك، هذا السيستم بده وقت حتى يتحرك ويستجيب للستيب والاوتبوت تبعه، يمكن يكون هذا مثلا ستيم تيرباين او غاز تيرباين، الغاز تيرباين بده يغذي شيء معين وهذا بعدين بده يغذي جنريتر مثلا، هذول كلهم راح يصير في ديليز، فراح يكون في وقت وفي اختلاف ما بين الانبوت والاوتبوت، فالستيب فانكشن نظريا هي شيء نظري، صعب يكون موجود في العالم الواقعي، لانه ليش صار؟ غيرت انا القيمة اللي أنا طالبها من هذا السيستم من هاي النقطة فجأة لهاي النقطة، فهذه اسمها step function، لكن عادة بنستعملها حتى نفحص السيستم، حتى أشوف أداء السيستم كيف، إذا usually we use it to test حتى نشوف الريسبونس تبع هذا السيستم.